مرحبا بالالفة من كل ديرة لا تعبت ولا ندمت ولا تهانيت مرحبا بالالفة من كل ديرة لا تعبت ولا ندمت ولا تهانيت جيتك في حفلنا مكسب وخيرة واعتبرها مكسبي واحلى التهاني حفلة ابو عيد شيخ من عشيرة داعية بالقرن ودحيم المعاني وابن صيف شيخ وافعال شهيرة سجل التاريخ فعلا من زمان والشالة وقوم وسيوف شطيرة والشالة وما يربون الهداني من ذوي حطاب يحمون المسيرة والنسب ركان يا نعم العوان الشالة ويوم حزات المغيرة خصمهم ما جاب من عشرة ثمان بمطر ركان كل يستشير راية بيضاء على كل المباني انشغيها يا صحافة يا جزيرة انشغيها من مكان إلى مكان مرحبا بالإلفة من كل ديرة لا تعبت ولا ندمت ولا تهاني جيتك في حفلنا مكسب وخيرة واعتبرها مكسبي واحلى التهاني حفلة أبو عيد شيخ من عشيرة داعية بالقرن ودحيم المعاني وابن صيف شيخ وافعال شهيرة سجل التاريخ فعلا من زمان والشالة وقوم وسيوف شطيرة والشالة وما يربون الهداني من ذوي حطاب يحمون المسيرة والنسب ركان يا نعم العوان الشالة ويوم حزات المغيرة خصمهم ما جاب من عشرة ثمان بمطر ركان كل يستشير راية بيضاء على كل المباني انشغيها يا صحافة يا جزيرة انشغيها من مكان إلى مكان مرحبا بالإلفة من كل ديرة لا تعبت ولا ندمت ولا تهاني جيتك في حفلنا مكسب وخيرة واعتبرها مكسبي واحلى التهاني حفلة أبو عيد شيخ من عشيرة داعية بالقرن ودحيم المعاني وابن صيف شيخ وافعال شهيرة سجل التاريخ فعلا من زمان والشالة وقوم وسيوف شطيرة والشالة وما يربون الهداني المغرب إن شاء الله لنا لقاء كل واحد
ابن صيبي شيخ وبعلى شهير سجل التاريخ بعلى من زمان والشلا وقوم وسيوف مرحبا مرحبا هيك مرحبا يا العيد حييكم مرحبا عندما مشيتم أقول حياك الله أقول الله يحييك سجل التاريخ فعلا من زمان والشلا وقوم وسيوف شطير والشلا وما يغطون الهدان من ذوي حطابي يحمون المسيرة والنسب وكانوا يا نعم العوان الشلا ويوم حزت المغيرة خصمهم مجاب من عشر ثمان ومضطر كان كل يستشير ويتبع على كل المبان مرحبا بالليل فمن كل دير لا تعبت ولا ندمت ولا تهان جيتك في حفلنا مكسب وخير واعتبرها مكسبي وحلى التهاني حفلة أبو عيد شيخ من عشيرة داعية بالقرن ودحيم المعاني وابن صيبي شيخ وفعل شهير سجل التاريخ فعلا من زمان والشلا وقوم وسيوف شطير والشلا وما يغبون الهدان من ذوي حطاب يحمون المسيرة والنسب ركان يا نعم العوان الشلا ويوم حزت المغيرة خصمهم مجاب من عشر ثمان بمطر كان كل يستشير رايته بيضاء على كل المباني انشغيها يا صحاب الجزيرة انشغيها من مكان إلى مكان مرحبا بالليل فمن كل دير لا تعبت ولا ندمت ولا تهان جيتك في حفلنا مكسب وخير واعتبرها مكسبي وحلى التهاني حفلة أبو عيد لا 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 في رضا شيخ العباس جمعنا مزرعة بالعيد بن صالح بن صايبي سيرت عطره وربعه يحبونه هذا الكاميرا طلبت الله قبل ما نبدأ أقوالي مرحبا يا كل ضيفان يجي معنا مرحبا يا كل ضيفان يجي معنا في رضا شيخ النحبة تجمعنا مزرعة بن عيد بن صالح بن صايفي سيرته عطره وربعه يحبونه
طلبت الله قبل قول ان مريبه مرحبا يا كل ضيف انت جمعنا في رضا شيخ النحبه ونديبه مسرع بن عيد بن صالح بن صيف سيرته عطره وربعه يحبونه لا 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 يا كرم الضيفان بالبن بن صيفي والكرم والطيب لرضاه يجمونه لا 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 باسم رب البيت يا الله سمينا يا الله يا رحمن يا الله تهدينا شفتنا ون والمطر فوق من هاله قلب الوديان والريع قل يابي بسم رب البيت يا الله سمينا يا الله يا رحمن يا الله تهدينا شفتنا ون والمطر فوق من هاله قل يا بالوديان والريع قل يا بي
يا لا 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 الكلام الزين والمدح ما مل شفتني في موقف قوم وقل يا بي اسمنا معروف سيفا تسمينا ننقل البارود والسيف بالسالة قبل ما تبدأ القصايد ويظلك انت لا ما شفتني قوم وقل يا به وهيبه يا الوافي اللي ما تعذر منه يا لا 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 يا لا 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 سلامي يا ابن العم مركز وهيبه يا الوافي اللي ما تعذر منه ما با ما صار عود من تعذر منه مسار عود من تعذر منه أقول
مرحبا مرحبا عند ما مشيت. هلا وسهلا يلا حيهم مرحبا. يا لا 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 يا مرحبا وبقيف العيشة ربعا وبني وبعا ورفقتنا بني عمالة
لا 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 ترحيب تال الجود بضيفه ضيفاني ما يختلف حب المساقي وحبنا في المعاني لزوم خير ترحيب تال الجود بضيفه ضيفاني ما يختلط حب المساقي وحبنا احتزمنا بحبل الله ما غير حبل الله احبالي مسرع بن عيد وأولاده من تعذر عن الجاية من تعذر عن الجاية من عفرايا للطايف احتزمنا بحبل الله ما سوى حبل أحبالي لا لا, لا. مسرع بن عيد وأولاده من تعذر عن الجاية من عفرايا للطايف احتزمنا بحبل الله ما سوى حبل أحبالي Hold on.
لا 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 صحبنا يا أهل الطايف صحبنا يا أهل الطايف اسمعوا قول عبد الله شفتكم وانشرح بالي أقول بالحرام أنكم يا صوف تاجنا على الرأس يا لا 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 صحبنا يا أهل الطايف اسمعوا قول عبد الله شفتكم وانشرح بالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. يا لا لا لي لا 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 لي لا 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 لي لا 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 والجواب أقدمه باسم البدود الأربعة. ما عليكم زود. والجواب أقدمه باسم البدود الأربعة. آل عيسى وآل يعلى والعبيد والكراعي يحضرون موفية ما يحضرون مخيلة لا إله إلا الله بسم الله أول ما ابتديه يا سلامي يا بني عمي يا بيضان الوجه احتزم بالصهب يا أبو عيدي يا ذرب اليمين لا دعانا مثلك وشرواك قلنا حاضرين والجواب أقدمه بسم البدود الأربعة آل عيسى وآل يعلى والعبيد والكراعي يحضرون موفية ما يحضرون مخيلة Thank you.
يا لا 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 يا لا 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 بسم الله أول ما ابتديه يا سلامي يا بني عمي يا بيضان الوجه احتزم بالصوب يا ابو عيد يا ذرب اليمين لا دعانا مثلك وشرواك قلنا حاضرين والجواب اقدمه باسم البدود الاربعه آل عيسى واليعلى والعبيد والكراع يحضرون موفيه ما يحضرون مخيله يا لا 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 سوقنا الاثنين يا اللي تعرف السوق اربعه سوقنا الاثنين يا اللي تعرف السوق اربعه واجب راعي مقامك يا رفيقي والكراعي حن حضرنا على الوعد جماله ومخيله تصيري عالشرف من صغر سني وابتديه وان دعاني مطلق حقا تعنى له وجيه نقتحم سور الجمايل والعباد مليمين قبل كنا باديه واليوم عدنا حاضرين سوقنا الاثنين يلي تعرف السوق اربعه واجب راعي مقامك يا رفيقي والكراعي حن حضرنا على الوعد جمالة ومخيلة أول يا لا 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 لا
بسم الله في بداية علمنا والكلام. مرحبا هايل بالشعر ولا يحضر، ويا سلام اي على بالقرن تهمة وحجاز، ويا سلام اي على دحيم الهوى البيت بيت، ويا سلام اي على الكرعان من راس شعر، والتشرف بيوت الشعر في مدعم. اصبروا على والله لاني بشاعر. لا كفو كفو يا ابو علي. يا مرحبا يا تاج راسي والدلال مهيله، مرحبا يا تاج راسي والدلال مهيله، مرحبا يا تاج راسي والدلال مهيله، عزوتي في الصحب راسي كل صف مميله. ورضاك يا ابن مجاهد مسرع دعافنا وشانه يا همنا. بسم الله أول ما نبدي وما نقول، من بعدها سلام يا ربعنا الوافين، جينا رضا الكرعان ورضاك يا ابن مجاهد مسرع دعافينا وشانه يا همنا. بسم الله أول ما نبدي وما نقول، من بعدها سلام يا ربعنا الوافين، حنا جينا رضا الكرعان ورضاك يا ابن مجاهد مسرع دعافينا وشانه يا همنا. يا لا 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 يا لا 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 لا، عند المراجل غر مرانا محتزم ومجاهد، والمال لأجل المرجلة ما يهمنا. راياتنا على العزة تلقى لها نقول،
يا من دعانا كلنا في الوعد وفين. يا من الله يسلمكم. يا من دعانا كلنا عال وعد وفين، عند المراجل غمرنا محتزم ومجاهد، والمال لاجل المرجله ما يهمنا. ارحبوا ارحبوا، حياكم الله يا قحطان، ارحبوا. مرحبا هاي لي يا قحطان عند ابو عيد، مرحبا. مرحبا هاي لي يا قحطان عند ابو عيد، مرحبا. ما غدا وقتنا قحطان سيف هندان، ومرحبا. لا إله إلا الله، مرحبا ومسهلا، الله يحييكم، بيض الله وجيهكم. العرابة والشعراء وأهل الزير، مرحبا مرحبا يا من حضر، مرحبا. عد ما مشت يا مرحبا يا ضيوف من كل بدا وقيوف، عدا المطر مر فيا لا لا حبرقا، عدا المطر مر فيا لا لا حبرقا. مقامه وقدر بوعيده والنار حيا ونار.
السلام عليكم. مساكم الله بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبارك لفارس هذه الليلة الشيخ الوالد مسعر بن عيد القرني، ولا نقول إلا كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهم واجمع بينهم بخير. كلموني الزملاء منسوبي إدارة عمليات القطاع الغربي، كلموني بس أوصافهم وبس أطلبهم ولكن تفرغوا منهم ما عليك بصوت جميع. الشباب الزملاء جايبين مبلغ مالي يقدم لعريس هذا الليل من فضل أخ مشعل السلامة، إن كان يكذب يستاهل الشيخ الوالد مسرع بن عيد، وكان يكذب يوفيه وضعه ربع الشباب بين الزملاء. تفضل مشعل السلامة. مرحبا ألف مرحبا بكم كلكم. مرحبا إمام شيخ، الله يحييكم. هدية رمزية مني أنا النقيب عبد الله بن تركي بن العريس على الزوج جميل. تفضل أبعين. الله وجهك بيض الله وجهك. ألف مبروك. بارك الله فيك. ونقول لك عقبال الثالث. الله يبارك فيك. يا مرحبا وسهلا. والله يحييكم. الله يحييك. العطاء حضوركم. ما عليك زوج. هذا العطاء. وهذا المشي. ما والله زهمناكم تعطونا شيء. ولكن أنتم وزميلكم بينكم قوانين ما نقدر نعمل. ومش شاء الله يطول عمره زميلي وراعي الوفاء وراعي الدين مع الزملاء. الله يرحمه. الله يحييك. الله يشرفتونا. الله يحييك. والله يحييك. ويا مرحبا. اسمحوا لي اسلم عليكم من اول واحد. الله يحييك. وانتم محلكم. يا لا 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 مرحبا حسب الشيخ مسلم أنتم أهل الطيب والمرخوية يا رجال القلاه العائلة
مرحبا العد ما مشيت وين حبيبي صلوا على النبي الله يسلمك الرفع قدموه على الاكبر من الاولاد كان خادمه كان ابو عيد دعوه ولبينا دعوته حشمه وتبديل جامعتكم وعوالي غالي جعلك سالم جعلك سالم ولا دعم ما كله محبه وشرف لنا ولكم ابي الوجه ويا مرحبا ومسهلا والله يعلم يا رب الله يمشيكم بالخير مرحبا ومسهلا حنا عجم الرجال زي ما تفضل اخوان الله يجزاكم خير وما ودنا ولا رادينا ام تنقانته امه ما هي بسيط شعار وعرب لكن قلنا لا ما دل عقل ها ما ودنا الله ما لها داعي نجينا بكم الله ألف ألفين مية ميتين لا والدعوة الله يتحملها الرجال ذا قال مرة معذورين من كل شيء الرجل ذا نعم الرجل ذا من كل حاجة ولا حنا والله ما هي عاشرتنا ولا نبناسينها لا والله وسلمتكم مرحبا الهيني يا عز العواني يا الشلاوه روحك السنين مرحبا الهيني يا عز العواني يا الشلاوه روحك السنين مرحبا الهيني يا عز العواني يا الشلاوه روحك السنين مرحبا الهيني يا عز العواني يا الشلاوه روحك السنين اسمع الصوت بما عشنا عواني تكلم أرحب على عمك بس مرحبا انت ما صرت مرحبا يا عطلك وقف الله حييك وقف مرحبا لولو حياك الله يحييكم يا مرحبا بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله لهيتوا يا ضيفان والله يحييكم الأول والثاني جميع القبائل تركم معزومين بكرة غدا في المكان هذا عند قبائل الصهب والله يحييكم ويا مرحبا ويا مسهلا حساب السيل وحساب الحياة ويا مرحبا ويا مسهلا حياكم الله جميع من حضر في هذا المكان من الضيوف من الأجانب شلاوة بالحارث قحطان من شهران ترى لكم غدا بكرة عند قبائل الصهب في المكان هذا وخير وصلاة على النبي وسلامتكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باسم فارس هذه الليلة مرحبا بالجميع الخال الشيخ مسرع بن عيد مرحبا بالعواني مرحبا بالزملاء مرحبا بالجيران مرحبا بكل من حضر في هذا المكان نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمع هذا الوجيه في هذا المكان يجمعكم في مستقر رحمته وأن يعفو عنا وعنكم من كل سوء ومن كل ذنب وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يتم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان تأكيداً لما قال شيخنا الشيخ أحبيب غداكم بكرة في هذا المكان ولا نقبل العذر من أحد وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا طائف الورد قد حلت بواديك مواكب السعد واحتلت نواحيك وفاح منك شذا ورد تقطره فطاب فطيب القاصد العاني وأهليك هذا أبو عيد قد طاب المقام له مستوطنا منك قلبا قبل واديك وجاءه الأهل والأصحاب مسرعة بهم خطاهم ملبين لداعيك فمرحبا بجموع لست أحصرهم حضورهم عن مدى التقدير ينبيك الحمد لله الذي وإن منع فقد أعطى والذي إن رجي ففرجه ما أبطى وهو الذي بجميل ستره غطى أحمده ما عانق موج شطى وما خط قلم خطى أحمده القائل في محكم كتابه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودةً ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونصلي ونسلم على صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل صلى الله عليه وسلم القائل: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة. حفلنا الكريم في ليلةٍ من ليالي الفرح، وموعدٍ من مواعيد السعد، يبتهج الطائف الورد وأسرة آل عيد بن صالح آل صيفي القرني بزفاف الشيخ مسرع بن عيد بن صالح على كريمة الشيخ راكان بن ذويبان الشلوي، فبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. حضورنا الكريم خير بداية لهذا الحفل، البهيج بتواجدكم القرآن الكريم مع الشيخ معيش بن سعد القرني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. حياكم الله يا زحول الرياجيل، سعد المنادي يسعد الله نباكم، يا فزعة المظلوم يا معدلة ميل، الله يرد اللي بكيده نواكم. كلمة ترحيبية لأصحاب المقام يلقيها الشيخ علي بن عيد بن صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، مرحبا ومسهلا، نيابة عن أخي الكبير مسرع وعن أسرة آل عيد جميعاً وعن القبيلة، حياكم الله ضيوف القبيلة، ويا مرحبا ويا مسهلا. الحقيقة لم أرتب كلمة لأنه الحفل البرنامج شوي يعني مزحوم، فنقول حياكم الله، مرحبا يا عوانينا، مرحبا يا بني بالحارث، مرحبا يا الشلاوة، مرحبا يا ذوي حطاب، الله يحييكم جميع، مرحبا يا البقوم، مرحبا يا قحطان، مرحبا بكل من حضر، وأرجو إلا أنسى أحد وأن تعذروني، فمرحبا بكم، مرحبا بكم فردا فردا. والحقيقة والله إن ودي أذكر كل واحد باسمه، إنما لضيق الوقت
فأرجو المعذرة. والله يحييكم، البرنامج مزحوم شوي، إذا كان هناك في ناس يرغبون المشاركة فليعذرونا. من تتاح له الفرصة فعلى العين والرأس، ومن لم تتاح له الفرصة فأرجو أن يعذرنا لضيق البرنامج. فحياكم الله جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبائل الصهب يا درعي ويا محزمي، عيسي عبادي كراعي معه مبني على رموزهم بن دخيل وبن دخيل وعلي بن ناله مع ابن مسعد من علا في علا. كلمة لنائب قبيلة الكرعان الشيخ سعد بن دخيل بن مجاهد الذي تجشم عناء السفر هو من حضر بصحبته من ديرة العز والأنفة عفراء الشامخة بماضيها وحاضرها ومستقبلها، ونقول لهم لا تعبتوا والحمد لله على السلامة. يلقيها نيابة عنه العم الشيخ سعد بن ضيف الله بن سابر رئيس فرقة الصهب للفنون الشعبية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبتي في الله، أيها الجمهور الكريم، أيها الحفل الكريم، أيها الضيوف الكرام، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتم على هذا البلد نعمة الأمن والأمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. باسم شيخ القبيلة سعد بن دخيل بن مجاهد، وباسم القبيلة عامة، وباسم قبائل الصهب، مرحباً ومسهلاً، ونكرر الترحيب بالجميع. نقدم العذر ونلتمس العذر للشيخ لعدم حضوره لظرف طاري، وهو اللي أبلغ الجميع بالحضور، ولكن صار عنده ظرف طاري، فنلتمس العذر للجميع، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل دائم اجتماعاتنا على الفرح والسرور، وأن يجعل ولاة أمرنا في حفظ وأمان وأمن، وأن يجعل هذا البلد في ستر ورغد من العيش. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فقرة الذكر مع الشيخ علي بن عيد، يحدثنا به بما يجود به في هذه الليلة لإضفاء هذا الجو الروحاني على هذه الليلة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأبرار أخيار، أيها الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبقني من هو أطيب مني في الترحيب بالضيوف الكرام، وأكرر الترحيب لجميع القبائل التي حضرت، ونخص قبائل بلحارث الشلاوة، فأهلاً ومرحباً بالجميع. أحبتي في الله، وقفت أمامكم أذكر نفسي وإياكم وقفة إجلال للمولى سبحانه عز وجل، كيف لا ونحن ننعم بنعم تترى لا تعد ولا تحصى. ولو ذكرنا نعم الله إلى قيام الساعة ما عظمنا الله حق عظمته، وما شكرنا الله حق شكره. يا ربي حمداً ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسع لا يصد، فلك الحمد ولك الشكر. نعم أحبتي في الله، وجوباً علينا الإكثار من شكر الله سبحانه عز وجل، نحن في نعمة أمن وأمان. الآن يسطر أبطالنا البواسل على الحد الجنوبي الذب عن الدين وعن العقيدة وعن الوطن، ونحن الآن في هذا المساء الجميل ننعم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً في حفل زواج العم مسرع بن عيد بن صالح الصيفي. وأسأل المولى سبحانه عز وجل أن يؤلف بين قلوبهم، وجزاه الله عنا خير الجزاء
على هذا الاجتماع المبارك الطيب، فوجوباً أن نكثر من شكر الله سبحانه عز وجل. ثم أحبتي في الله، ليس فقط باللسان، أيضاً بالأعمال، عدم الإسراف، عدم البغضاء، عدم الشحناء، هذه من شكر الله سبحانه عز وجل. أسأله سبحانه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين القلوب، وأن يحفظ لنا أمننا وعقيدتنا وتوحيدنا. المسؤولية كبيرة يا أحبة، لا بد أن نقف جميعاً ونلتف حول ولاة الأمر والعلماء في ظل مولانا وسيدنا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده وولي ولي العهد، وأيضاً العلماء الأجلاء. نحن بلد السنة، بلد العقيدة، فلا بد يا أحبة أن نمثل السنة خير تمثيل، وخاصة في الأخلاق. ولعلي أختم بهذا، وهي هدية من قلبي إلى قلوبكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم أحد بالأنساب ولا بالأموال ولا بالألقاب ولا بالمناصب، قدمهم بالأخلاق. فأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الأخلاق العظيمة التي تكون سبب في أن نتقدم يوم لا ينفع مال ولا بنون، إذ قال محمد صلوات ربي وسلامه عليه: أقربكم مني منزلاً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً، وفي رواية: أفضلكم أخلاقاً. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجمل أخلاقنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. مرحبا بالجميع، وأشكر من أتاح لنا الفرصة في المشاركة في هذه المناسبة الغالية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شعر، حضر حروفك للمقام الرفيع، هذا مكانك وهذه وقفتك، يجودي فرسانك الليلة بتسري بشعر بديع، وتحلق بحفلنا بين الأسد والجدي. أول الفقرات الشعرية لهذه الليلة مع الشيخ علي بن عيد بن صالح في هذه القصيدة الترحيبية. السلام عليكم. أنا عندي واسطة يعني، فبدخل في البرنامج شوي، تعذروني. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. مثل ما قيل في الأمثال والصحبة عند موالاها، مثل ما قيل في الأمثال والصحبة عند موالا. مرحبا يا ضيوف شرفوا حافل مسرع بالمصيف، المصيف المثالي للدول كلها ذات العلاقة، فيها ما يمتني الإنسان من جوه ولا من غذا. فيها ما يمتني الإنسان من جوه ولا من غذا. مرحبا بالبعيد ومرحبا بالموالي والعواني، مرحبا مرحبا يا بن الحارث من الطائف إلى ترج قيف، مرحبا يا بن الحارث من الطائف إلى ترج قيف، وانتم جيش الملك سلمان في حرب ولا في سلام، وانتم جيش الملك سلمان في حرب ولا في سلام. الله اللي عطانا نصفكم نشترك شيمه وقيمه، سبتنا سبتكم ونخيلكم طالعه دايم لنا، سبتنا سبتكم ونخيلكم طالعه دايم لنا.
وحنا بالقارن من وادي قنونا يا لام اشرف بيشه ومن عميمال عزيزي لا مشارف دمه وقطاره ومن عميمال عزيزي لا مشارف دمه وقطاره وابن صيفي له الغرس المسمى وله في شرك ما وابن صيفي له الغرس المسمى وله في شرك ما والتهم والحاضر والبادية كلنا قوة الطواري مثل ما قيل في الأمثال والصحبة عند موالا مثل ما قيل في الأمثال والصحبة عند موالا السلام عليكم. صح لسانك. مع أول فرسان هذه الليلة فخره الأكبر أنه من أتباع الدين الحنيف، ثم إنه من أبناء هذا البلد، ثم إنه من قبيلة حرب، من حرب قوم الراسي أهلها في العليا مجال، قروم قوم في المواقف كالجبال الشامخة، أهل الكرم ما تسمع إلا الفال يقفاها العقال، وشجاعة الحربي في الميدان تبقى راسخة، فليتقدم الشاعر علي بن صالح الحربي ليحلق في سماء الشعر وينثر إبداعاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً نبارك لعريس هذه الليلة الشيخ مسرع ابن عيد القرني، ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. ثانياً تكلم أخونا المذيع وتكلم عن حرب، ونقول بيض الله وجهه ولعل الحاضرين زود من جميع القبائل من حرب ومن القبائل الأخيرة كلهم قبائل، وانت نتشرف فيهم والله. المشاركة هي عبارة عن قصيدة، وأسأل الله أن تنال إعجابكم، فإن جاء فإن فيها خير فمن الله، وإن فيها خطأ فمني ومن الشيطان. يقول: يا حبال الطيب هيا ورديني للجمايل، جمليني فالرجال اللي لهم فضل وجماله، ما يجوز العذر لا جاني من الطيب رسائل، أتعنى قدر للمرسل ومن جاب الرسالة، ويا الحرار من الأوائل خامسير على الأوائل، وسوق يغلى ما يكون العين أبو عيد وعياله، من بحر جدة لياب القرن مدهال القبائل، ديرة فيها الرجال أهل المراجل والشكالة. ومن يقول: دينة فيها الرجال أهل المراجل والشكالة، فزعت المظلوم يوم القدح من رأس الزنادي، فزعت المظلوم يوم القدح من رؤوس الفتايل، من زبنهم لا يضام ولا ينقص من حلاله، ركزوا مثل السحاب اللي يركز في المخايل، يوم يرعد للصداف الأرض من قوة خياله. ناصروا عبد العزيز، ناصروا عبد العزيز وريعوا له كل عائل، واستمروا لين ساد الأمن في دين العدالة. والله نعمين، والله نعمين يا بالقرن عذبين السلايل. ومن يقول: والله نعمين يا بالقرن عذبين السلايل، يا الرجال اللي مواقفهم شرف في كل حالة، والمدايح فيك يا أبو عيد ما تبغى دلائل، أنت مع ربعك مثل قصر يظلل في ظلاله، أنت مع ربعك مثل قصر يظلل في ظلاله، ثم ناسبت القروم، ثم ناسبت القروم ومروضة شهب الأصايل، الشلاوة رجلهم يكفيك فالفزع الحالة يستهلون، ثم ناسبت القروم ومروضة شهب الأصايل، الشلاوة رجلهم يكفيك فالفزع الحالة
يعتزي بالحارثي من لابته والراس طايل صيرميا يروي الشلفان يا مي العقاله قلتها من غير قاصر فالرجال اهل الفعايل الحقيقه كل دار فيه حقه من رجاله وافين الخصايل معلكم زود ونشدتوني فنا من حرب وافين الخصايل كم رهين تحت حتى السيف فكينا عقاله ونشدتوني فنا من حرب وافين الخصايل معلك زود كم رهين تحت حتى السيف فكينا عقاله من شمال يحدنا وادرمه وجبال حايل ومن جنوب يحدنا خميس حرب وما قباله والختام الله يبيض وجه كساب الجمايل الكريم اللي على باب الكرم مرخص رياله مسرع بن عيد مسرع بن عيد محد يجهل والشك زايل كاسب كلمة نعم لا جيب في المجلس مجاله الله ان يصلح لها المقصود في كل الوسائل دعوة من قلب مخلص كلمة تبشر راس ماله وسلامتكم. تقدموا يا أهل الفكرة وجزل الكلام في حفل أبو عيد مال الشعر أية عذر لأن الشعر لا حضر أبو عيد يعطي تمام جود بيوتك يا شاعرها وخل مالك عذر جود بيوتك يا شاعرها وخلك حذر المجال مفتوح للمشاركة من الحضور الكريم مع العلم أنه انهالت على عريسنا المحتفى به العديد من القصائد من كل مكان منها الخطية ومنها ما كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقام بالرد عليها على بعضها ولولا ضيق الوقت لأسمعناكم قليل من كثيرها ولسان حال أبو عيد يقول لهم شكراً جميعاً والقدر في الصدر أكثر مما كتب في السطر والعقبى لكم في مسراتكم مشاركة للشاعر سعيد بن عوض القرني السلام عليكم يا لا 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 يا لا 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 القبيلة أهل الطايف يقولون رحب يا سعيد ولا ترحيبهم غالي وترحيب نبلغ من القصيدة قلتها بالنيابة يوم قالوا لي أنا أقولها قلتها بالنيابة يوم قالوا لي أنا أقولها مشاركة للشاعر علي بن محمد بن عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لا 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 بسم الله اللي لسلطانه جبه العالم سجود اللي بسط سبع وسبع بالعماد بناها الخالق البارئ العدل المصور خير معبود فرحمته تسبق عذابها ولا وادم في رجاها سلام تسليم في قدمها براق ورعود وعطورها من تراث الطيبين ومن شذاها وشموخها عنصر وحمجادنا شاهد ومشهود وشعاعها ضوى ليل يجلب الطرق سناها أصوغها من ذهب وصونها من كل منقود وزفها لين تصل مبتغى يوم ابتغاها
تنصى وجيها الرجال اللي لهم في المرجلة فود للحفل وهله وضيفنا نبلغهم نبا ويا مرحبا هايل بضيفان باسم الغمر والعود ترحيب تنتصل عنان السماء قوة صداها في حفل أبو عيد رجال وفي ومعرب جدود ضيافته ترفع الراس ورفيع مستواها وحنقيف بالقارن مجد خالد ولا له حدود من حقنا نفتخر به وانتشرف وانتباه منار الابداع ورباب القلم والعالم شهود تبقى الصدارة لنا ولا يقنعنا سواها وعند القبائل مثل ما عندنا من المدح والجود ما نظم حقوقها ولا نشكك في وفاها ونبقى جميعا تحت ظل العالم للدولة جنود نحب من حبها وندوسها من عداها على كتاب الله وسنة نبيه نحفظ عهود الأرض نحاوت مكة وطيبها عسى ربي حماها الأرض نحاوت مكة وطيبها عسى ربي حماها سلامتكم جميعا. مرحبا بالليل من كل ديرة لا تعبت ولا ندمت ولا تهاني جيتك في حفلنا مكسب وخيرة واعتبرها مكسبي واحلى التهاني حفلة أبو عيد شيخ من عشيرة داعية بالقرن ودحي من المعاني وابن صيبي شيخ وفعل شهيرة سجل التاريخ فعلا من زماني والشالة وقوم وسيوف شطيرة والشالة وما يربون الهداني من ذوي حطاب يحمون المسيرة والنسب ركان يا نعم العواني الشالة ويوم حزت المغيرة خصمهم ما جاب من عشرة ثمان بومطر ركان كل يستشير رايته بيضاء على كل المباني انشغيها يا صحاب الجزيرة انشغيها من مكان إلى مكان مرحبا بالليل فمن كل لا تعبت ولا ندمت ولا تهاني جيتك في حفلنا مكسب وخير واعتبرها مكسبي واحلى التهاني حفلة أبو عيد شيخ من عشيرة داعية بالقرن ودحي المعاني وابن صيبي شيخ وفعل شهير سجل التاريخ فعلا من زماني والشالة وقوم وسيوف شطيرة والشالة وما يربون الهداني من ذوي حطاب يحمون الشلا ويوم حزت المغيرة خصمهم ما جاب من عشرة ثمان بومطر كان كل يستشير رايته بيضاء على كل المباني انشغيها يا صحاب الجزيرة انشغيها من مكان إلى مكان مرحبا بالليل فمن كل ديرة لا تعبت ولا ندمت ولا تهاني جيتك في حفلنا مكسب وخيرة واعتبرها مكسبي واحلى التهاني حفلة أبو عيد شيخ من عشيرة داعية بالقرن
صيف شيخ وضع على شهير سجل التاريخ فعلا من زمان والشالة وقوم وسيوف شطير والشالة وما يغبون الهدان من ذوي حطاب يحمون المسيرة والنساء ركان يا نعم العوان الشالة ويوم حزت المغيرة خصمهم مجاب من عشرة ثمان بومطر ركان كل يستشير رايته بيضاء على كل المباني انشغيها يا صحابة يا جزيرة انشغيها من مكان إلى مكان مرحبا بالليل فمن كل ديرة لا تعبت ولا ندمت ولا تهاني جيتك في حفلنا مكسب وخير واعتبرها مكسبي وأحلى التهاني حفلة أبو عيد شيخ من عشيرة داعية بالقرن ودحيم المعاني وابن صيفي شيخ وضع على شهير سجل التاريخ فعلا من زمان والشالة وقوم وسيوف شطير والشالة وما يغبون الهدان من ذوي حطاب يحمون المسيرة والنسب ركان يا نعم العوان الشالة ويوم حزت المغيرة خصمهم مجاب من عشرة ثمان بومطر ركان كل يستشير رايته بيضاء على كل المباني انشغيها يا صحابة هذه الشيلة من كلمات الشاعر عايض آل شعلان وأداء بندر بن عيد. يا مرحبا يا ضيوف من كل بدا وقيوف عدى المطر مر ثيا لا لا وعيدة والنار حيا
وقصيدا وسر بهالرفيق منهل صافي وعد الروى شرابته منهل صافي وعد الروى شرابته مرحبا بامس وجدت بجمل انواع من حلاها كل ضيف نساهم الطريق باسم مسرع والقبيلة وهذه غايته باسم مسرع والقبيلة وهذه غايته جيتنا يا ضيف واصدورنا بك ما تضيق حند والبلقر نجيش انت علت رايته حند والبلقر نجيش انت علت رايته والكراعي كيف عز على النايب يويق فالسنين الحاضرة والسنين الفايتة فالسنين الحاضرة والسنين الفايتة والصهب ربعي هلا الصيد تاريخ عريق من قرى تاريخهم ما يمل قرايته من قرى تاريخهم ما يمل قرايته بعدها سلام تسليم حق وله بريك كالذهب لونه وفي حبكته وصياغته كالذهب لونه وفي حبكته وصياغته في حفل شيخ مع الربع على اساس وثيق مسرع صيفي ونعم الاسم وكنايته مسرع صيفي ونعم الاسم وكنايته ابن صيفي مرتبط باسمه وكانه طويق ثابت في نجد راسي طويل هامته ثابت في نجد راسي طويل هامته اكتب اسم من بعض الافكار والعلم الوثيق ما يجمعني مع الكف وفي قامته ما يجمعني مع الكف وفي قامته الشلا واقف مثل البحر جمه عميق ما سبح به كود رجل يجيد سباحته ما سبح به كود رجل يجيد سباحته وانت يا راكان من رسوم يا غلا صديق اصحابي واشلوي راس تزع صابته اصحابي واشلوي راس تزع صابته مسرع بنعيد الكفوف صاحب الوجه الطليق شاعر وشيخ لربعه سلومه ثابته شاعر وشيخ لربعه سلومه ثابته ناسب ابن الحارث المجد والقيف العتيق اهل مجد فوق الارض وسماهم رامته اهل مجد فوق الارض وسماهم رامته للعرب جمره وللمعتدي شر محيق من على عهد النبي يكتبون روايته من على عهد النبي يكتبون روايته يلا يلا حملت خلقك بما له تطيق والصلاة على محمد بعد برسالته والصلاة على محمد بعد مرحبا عد ما هلت وكون السحايب وارتوت من مزونه ديري تنجار هديه مرحبا عد ما ذعذعني
شاد